النون ايكو جوين معناها ان انا بربط حاجه ما فيهاش اصلا علاقه وما فيش فيها تساوي، يعني ما فيش الفيلد ده بيساوي الفيلد ده، مش موجود اصلا. وبتحصل ساعات، بتحصل ساعات، زي مثلا زمان لما جه قال مثال انا عايز اطلع الجريدز مثلا. فلو انا عايز اطلع الجريدز التقديرات، فوارد يكون عندي تيبل اصلا محطوط فيه القواعد بتاع التقديرات، فكان داتا بيس بقى. فالمفروض يبقى عندي تيبل تاني اسمه مثلا قواعد التقديرات، فبيقول لي والله من درجه كذا لدرجه كذا بندي له ايه، او بندي له اكسلنت، من درجه كذا لدرجه كذا بندي له فيري جود، او بندي له كذا، وحاطط قواعد، وانا المفترض امشي على القواعد دي واطلع نتيجه بشكل سليم. طب بس هربطها مع مين؟ مع السكور. ما اقدرش اربط مع السكور. ايوه، ما هو السكور ده ما لوش لازمه دلوقتي، ده مجرد ان اعرض بياناته. لكن انا عايز اتكلم عشان اطلع التقدير اكيد مع السكور. بس لو انا ربطت مع السكور، مشكلتي فين؟ ولا ينفع اربطه مع اللو سكور ولا مع الهاي سكور. انا بقول لك مثلا الامتياز من مثلا من كام عندكم؟ من 85 ل 100 مثلا. لو قلت السكور بتساوي اللو سكور مش هيجيب، ولو قلت السكور بيساوي الهاي سكور مش هيجيب، صح؟ هو لا ينفع يساوي ده ولا ينفع يساوي ده، ولا في جوين اصلا، حتى ما تعرفش تعمل جوين، صح ولا ايه؟ هو اصلا فين البرايمري وفين الفورين كاش عشان يبقى في جوين اصلا؟ مفيش اصلا، الموضوع كله مضروب، صح؟ هو مفيش. ففي نوع اسمه النان ايكو جوين، انا هعمله بس هطبقه على حاجه ثانيه، وهبقى ارجع اطبق الجريدز، لان الجريدز هتدخلنا في جمله ثانيه غير الجوين، فهتدخلنا في موضوعات ثانيه غير الجوين. حاجه زي الاف اللي هي كيس او كده. هعمل مثال. اسمك ايه؟ صادق؟ طلعت الصادق يا صادق. انت المره اللي فاتت صدقتك من غير ما اكون مصدقك، المره دي انت بقى اللي كدبت نفسك. طيب لو انا جيت قمت جاي عامل ايه؟ قلت له مثلا لو جيت عندي تيبل جديد، انا من كتر مش فاهمين اصلا احنا بنفتح ايه. طيب وجيت على تيبل تام مثلا سميته السعر جريد مثلا، هو الجمله برضه عادي. يعني لو انا جيت سميت الايه؟ جريد اللي هي بتاعت الكورسز جريد، صح؟ ده اسم التاني. جيت قلت بص انا عندي اللو جريد اللي هي الدرجه الصغرى، معايا ثلاث خانات، و ممكن يبقى فيها كسر، في الواقع بتاعنا ما عندناش، ما عندناش والله في التصنيفه بتاعت الامتياز والبتاع ما عندناش بقى. ولما يكون جايب 45 ونص اللي طلعها فيش، ما فيش نصاص ولا فيش ارباع، وهاي سكور هاي جريد لو سكور، اسف لو سكور، والهاي ايه؟ والهاي سكور والجريد بقى، والجريد اللي انت عايزه، صح؟ بالظبط كده. فانا عندي دي القواعد بتاعتي، خليك فاكرها بقى عشان تبقى ايه؟ قلت له برضه ما عرفش يعملها، مش عارف اقول لك. ماشي، قلت له سيم، ماشي. قلت له بقى عايز انسيرت داتا، فقلت له والله مثلا من صفر لغايه، تصدق فيها كسره هي بقى هتيجي معانا دي تحت ال 50، وممكن اقول انا كده مبدئيا لغايه ال 50 دي انا اقصد بيها اللي هي لغايه اقل من ال 50، ينفع؟ نضطر عليه بايدينا يعني. طيب الراجل ده هيبقى ايه؟ فاشل. بسم الله ما شاء الله. الراجل ده من اول ال 50، انا بدخل درجات، انا بعمل ايه؟ من اول 50 لغايه كامل ال 65 ده البس.
كان زمان ده عندكم، عندكم انتوا كان زمان ما كانش عندنا كده. عندنا امتياز 95 وانت طالب ده بعدلوه. لسه من 3 سنين ولا حاجه هنا 95 تبو والله تأكد. طيب انا فاكر ان هو كان فوق ال 90. طيب على العموم انا دخلنا كام؟ دخلنا اللي هو الماشي. احنا دلوقتي فاضل لنا بقى انا ادخله منين على طول؟ اسرع لي اللي عليه الدور مين من كام لكام؟ 65 لغايه 75. ها ده جود. ومن 75 85 ده ايه؟ جود. ومن 85 مش لازم بقى. 85 لكام؟ ل 100. انا مش حاجه لو دخل ديتا بس دي بقيت الايه؟ بقيت الداتا بتاعتي بس. دخلت من 65 ل 75 ومن 75 ل 85 ومن 85 ل 100. خلاص؟ تمام. يعني من الاخر التيبل بتاعي لو رجعت الداتا بتاعتي بقت عامله جدا. هو من 0 ل 50، من 50 ل 65، من 65 ل 75، من 75 ل 85، من 85 ل 100. تمام؟ طيب. انا محتاج بس ان انا في الاكس لانتنا اخليها 101. عشان دايما هنا دايما ده ما بيوصلش للدرجه دي، صح؟ عشان ما تخش معايا في القصه، انا عارف ان هنا ده المفروض ما يوصلش 50، ما يوصلش 65، ما يوصلش 75، ما يوصلش 85، يبقى ما يوصلش ليه؟ ل 101. مش مهم. المهم بس فاهمين القصد ايه يعني، اهم حاجه عشان تبقوا فاهمين الفكره. ما انا لو دخلت ال 50 يبقى انت لو جبت 50 هتطلع مره ساقط وهتطلع مره ناجح. لان ال 50 هنا انت هنا كده ما بين الصفر وما بين ال 50 ومن ال 50 ل 65، فاللي جايب 50 ظهر في الناحيتين. فانت فعلا عايز تقول ان الهاي سكور دايما مش معايا. انا اقل من الهاي سكور، عايز تقول كده. انا لازم اكون اقل من الهاي سكور، عشان كده بقول لك لازم تخلي الاكسلنت بتاعتك ايه؟ عشان تقدر تشتغل عليها. طيب انا مش مشكله هاجي على العمليه دي وهقول والله انا محتاج ان انا اربط بقى الدرجات اللي كان جايبها. كان في واحد عندنا جايب 45، الفاشل ده يجي عندنا هنا اهو، وكان في تمانينات، صح؟ تمانينات تيجي هنا، وكان في حاجه فوق 85. ندخل واحد كده وكده وكده ونشوف يعني، مش مشكله. على العموم انا عايز اعمل ربط، بس هو مفيش ربط، مفيش ولا فورن كي ولا برايمري كي ولا اي حاجه. هي دي القضيه اللي انا اصلا عملت عشانها تيبل، عشان نشوف المثال ده. يعني المثال محتاج تيبل لوحده يعني. فكل الفكره ان انا هو جاي اعمل ايه؟ اقول له بص انا محتاج البيانات بتاعت اللي عندي في السكور، هو مفيش عندي غير السكور والاي دي بتاع الطالب والاي دي بتاع الماده. ماشي، هي ممكن ناخد نفس دي بالظبط، بس عايزين نزود عليها بقى ايه القص. بس انا كنتش عايز كده، كنت عايز اركز على الحته بس بتاعت اللي هي نون ايكو جوين، يعني مش عايز ادخلك في القصه دي كلها. فانا هعملها لك سيمبل الاول عشان تبقى واضحه اللي انا عايز اركز عليه، وبعد كده ادخلك مع دي مش مشكله. فخليني الاول ابقى عايز اعرض كود الطالب وقدامه الدرجه والتقدير بتاعه وخلصنا على كده، عشان ما اخشش في تيبلز كتيره، وبعدين ابقى اربطها لك مع دي. فقام جاي قايل له ايه؟ بص انا بالنسبه للتيبل اللي هو اسمه ستادي، هو ده اللي كان فيه الدرجات. فقال له والله انا محتاج رقم الطالب ستودنت نمبر، ومن نفس جدول الستادي انا محتاج السكور، صح؟ وخلصنا. وعايز من التيبل بقى اللي احنا سميناه ايه؟ الجريدز، صح؟ سمينه جريد ولا جريدز ولا ايه؟ لا مش جريد، جريد دي ده فار كاركتر، دي حاجه ثانيه. سكورز سميناه كورسز جريد، كورسز جريدز.
قلت له بص، وعايز تعرض لي الجريد من ده، صح كده؟ رقم الطالب، رقم الماده، والجريد بتاعته ايه. لما جيت قلت فروم مين، قلت له لازم اقول له من جدول الكورس، الكورسز جريدز، ومن جدول الاستاد. طيب احنا ده التيبل الاولاني اللي هو الكورسز جريدز. التيبل الثاني كان اسمه ايه؟ ستادي. لو جينا ربطنا بقى هيبقى عندنا مشكله، صح؟ لو جينا ربطنا يبقى عندنا مشكله، ان انا فعليا الربط هنا بالنسبه لي عنده في مشكله. فانا لو جيت قلت الستادي دوت سكور، ما اقدرش اقول بيساوي الكورس جريدز دوت اللو سكور ولا دوت الهاي سكور. انا عايز اقول ايه؟ لازم السكور يكون اكبر من او يساوي، خدت لي بالك؟ اكبر من او يساوي اللو سكور صح؟ في نفس الوقت لازم الستودنت سكور صح تكون اصغر من، مش او تساوي، اصغر من الكورسز جريدز دوت هاي ايه؟ هاي سكور بالشكل ده. فانا هنا بعمل جوين، والداتا هتبدا تحصل لها ماتشنج ويطلع لي داتا كاني بعمل جوين بالظبط، بس هو فعلا اسمه نان ايكوال جوين، مش اصلا جوين اصلا، وما ما كانش فيه جوين. طبعا لو احنا كنا ممكن نعملها بتوين، كنت ممكن نقول السكور بتوين اللو سكور والهاي سكور، صح ولا ايه؟ بس هيعمل مشكله عندك لما يكون واحد واقف على نفس اللو سكور والهاي سكور مع بعض، تمام؟ طيب لكن تنفع يعني. فانا لو دوست جو قال لي في عندك مشكله، قال لي الاستادي ذو ستودنت ان او ليه في اس فين؟ لا انا مش سامع. امال هو اعترض على ليه على السنت نمبر؟ ماشي. لا هو بيتكلم على ستادي ان او. ماشي. الستادي ان او اللي هو الستادي ان او صح؟ فطلع لي اهو الطالب ده فيل، ده فيري، ده جود، ودي الدرجه دي فيري جود، والدرجه دي فيري ايه؟ فيري جود، وده كلام سليم. ماشي. وبناء عليه انا ممكن اعمل نفس الحركه دي اللي انتوا عايزين تعملوها، اللي هي مع الايه، صح؟ عايزين تعرضوا اسم الطالب واسم الماده والدرجه والايه والجريد. الجريد هيجي من جدول الايه؟ الكورس جريد، صح؟ انا مش زي ما انا، بس طبعا في الفروم عملنا انر جوين، عايز اقول كوما واقول له هات لي مين من الكورس جريد، مع ان دي خلطه بيطه شويه، بس ان احنا عملنا هنا ان احنا عملنا انر جوين وعايزين نمشي جنبيه. و حتى انا ذات نفسي اول مره اجرب بالشكل الاسلوب ده، لكن نجربها تستحق التجربه يعني. ونقول له جو، قال لي لا الستودنت دوت سكور. احنا اختصارات اللي تحت اتغيرت، اختصارات اللي تحت دي احنا غيرناها خلاص، صح؟ فاحنا كان عندنا اللي هو الستودنت، احنا كنا مسميين دلعين هنا ايه؟ وير 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 يا شباب، انتوا مش مركزين معايا؟ اس تي دي، صح؟ يبقى اس تي دي هنا واس تي دي هنا. والكورس جريدز احنا ما دلعناهوش، فخليه زي ما هو كاملا، مش هيفرق معايا دلوقتي. لا احنا غيرنا المثال، بنركبه مع الجوين اللي كان موجود بحيث نعرض معلومه متكامله الى حد كبير. لما قلت جو اس تي دي سكور، صح؟ هل في اي مشاكل؟
هو الستودنت احنا كنا بنسميه السي تي دي صح؟ واصلا هو كده كده ما فيش غيره اصلا يعني، حتى لو احنا ما عملناش كده باختصار تقريبا ما عندناش كلمه سكور موجوده في حته ثانيه. فقال لي مظبوط ما فيش. جاب لي بقى قال لي ايه؟ سامي اوريكل جايب 45 وفيل، طه في الويب جايب 70 وده جود، سامي في الويب جايب 80 وده فيري جود، طه في الاوريكل جايب 80 وده فيري جود. وجاب لي النتيجه اللي احنا ايه؟ اللي احنا كنا عايزينها. بس الجمله طولت مننا شويه لان احنا عملنا ثلاثة نان ايكوي جوين ومعاهم واحد ثلاثة انر جوين ومعاهم واحد ايه؟ نان ايكوي جوين عشان نقدر نكمل الايه؟ شوف يعني الشكل البسيط اللي انت عملت دور عليه ده، يعني عملت جملة كومبليكيتد شوية عشان اوصل للشكل الطبيعي اللي هو نتيجة الطلبة اللي تطلع عندكم دي، صح ولا ايه؟